تسعين دقيقه مرحبا بكم ناس الكل شكرا لكم على المتابعه الجماعه مازالوا يحكيوا في الانترنت أه؟ طارق كحلامي مختار خلفي احلام العبدين يكون كتير مصباح. بلاش دونك هذاك علاش خلوني نبدا ليميسيون واحده بلاش بلاش قالوا لي الانترنت من الخمسه نتاع الصباح وما يتغلوا فيها بلاش نو سي الحقيقه هذا الموضوع باش نبداو به بعد شويه الحديث البارح أه في لقاء برئيسه الحكومه قيس سعيد يقول الانترنت دون مقابل ولكن ما كانش إعلان راو انه الانترنت تكون دون مقابل قال انه سيقع النظر في الموضوع بدايه من غدوه يظهر لي دونك خ... مليون اليوم مختار إيه لكن, قال ها... لكن هذا يتوقف على المقصود بالانترنت هل هو الانترنت بكل الشبكه العنكبوتيه اللي حب يعمل تحميل افلام وكذا والا نفاذ الى مرس الاستشاره نفاذ الى الاستشاره الاستشاره طارق ايه شنو رايك؟ طارق <applause> ليه معناتها للاسف انا مانيش متاكد الرئيس يعرف جيدا من ناحيه الموضوع هذا يتم انا شك ربما اللي هو كيف عنا ستيك وعنا سوناد هما اللي يحلوا الضوء ويسكروا الماء ويسكروا كذا يعتقد ربما اللي فما فانت الانترنت اللي في الوقت هذا اللي هي موجوده على اكثر من شركه ومؤسسه وما نعرفش هل بشيق على التفاهم معاهم ولا كذا ما عنديش فكره الحقيقه. حتى لا نحمل التصريح <applause> <applause> اكثر من اللي يتحملوا الحقيقه احنا راه جينا خاطر الناس كل من البارح في الليل تلوج على الانترنت بلاش قالوا الرئيس حل الانترنت باش الناس تشارك في الاستشاره الموضوع هو أن رئيس الجمهورية قال أنه تم النظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من يوم غد معناه اليوم إلى غاية يوم الأحد القادم لتمكين المواطنين من المشاركة في الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون نذكر أن نهاية الاستشارة بتكون 20 مارس أنه الأرقام ما هيش بالطريقه اللي نتصور يحب عليها رئيس الجمهوريه ولا حتى واحد الوزارات المشاركه ولا التي تشرف على هذه الاستشاره دوك الموضوع هذا خلينا ناخذوا عليه اكثر تفاصيل هنا نحاولوا قاعدين نتصلوا بالمسؤولين في وزاره تكنولوجية الاتصال والناس المسؤولين على مستوى الاشت... الاستشاره في اجتماعات هما في اجتماعات أنا أنا يظهر لي سمعوا كيفنا نحن بياني. هو أنا والله هذاك اش حسيت وما حبيتش في انتظار الاستماع إلى <applause> راي الناس المختصين الجهات المختصه بالموضوع الحقيقه هو تم تقبل الكلام اللي قاله الرئيس بخصوص الاسبوع الاخير هذا يقول لك قال هو في حلان الانترنت قدام التوانسه باش يشاركوا في الاستشاره الشعبيه الموجوده في المنصه منصه الاستشاره الناس خذاوها تقبلوها بطريقه فيها مداعبه وثم احيانا حتى شكون اللي خذاها وكانه الرئيس يدعو الى أنه الانترنت على مدى اسبوع كامل بلاش للناس الكل لا مش هذا الحقيقه واحنا قبل مش اول مره هذه فما منصات مواقع ينجم يتم باليه تو يفسروا المختصين انا مانيش مختص في الجانب هذا كيفاش يتم انك انت تضغط بكبسة زر على الرابط نتاع الاستشارة يتتحل الاستشارة فقط من غير الحاجة إلى أنك تكون موصول بالشبكة فهمتني؟ مم. مش معناها الانترنت بكله ومش الفيسبوك ومش تويتر ومش اليوتيوب ومش تحميل الافلام فهمتك فهمتك معناها مش جوست على مستوى الاستشاره على الاستشاره فقط وهذه موجوده قبل الطرح قبل يقول لك باش يسهلوا على الناس كما الرقم الاخضر المجاني في التليفونات يقول لك علاش يعني اللي هنوا بالتليفون من غير معلوم نفس الشيء بالنسبه لهذه لل... الاتصال من خلال الانترنت على اساس انه فقط المنصه دون غيرها نحن باش نرجعوا الموضوع هذا هذا باش نرجعوا له ولكن نقول فيه لا لا باش نرجعوا له نقول على خاطر احنا <applause> جوستومون على خاطر احنا ما باش نرجعوا له كان ما نجموا انا نتحصلوا على شكون السيد المسؤول في وزاره تكنولوجيا الاتصال في العلاقه بالموضوع هذا اللي, هو انا في تقدير اسمع كيفنا نحن البارح الموضوع هذايا وهو مها في حاله ربما نتاع انه محاوله التاقلم مع الطلب هذايا او الامر واللي هو اللي عمله قيس سعيد هو الحقيقه باش نبداو واضحين نحن نجم نتحدث الآن بنوع من الجدية والثقة أن الاستشارة لم تنجح مش ما نقولش كلمة أخرى الاستشارة الوطنية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لم تنجح بمعنى لم تحقق هدف الاتساع المقبولية الواسعة في المجتمع وكنت أشرت أنا في أشهر تالي لأنه راهو الناس تتعامل مع قيس سعيد كحاكم وكمسؤول على الدولة لا تتعامل معه كمنصة اقتراحات والناس لأنه السياسة بعكس ما يريد أن يعتقد قيس سعيد في يعتقدوا التيارات الشعبوية عموما أنه الشعب يمن فعلا بالانقسام بالعلاقة المفصلية بين المواطنين اللي ما يلعبوش دور طليعي في المجتمع وبين نخبة تلعب دور طليعي انه هما بينجموا يدعموا ينجموا يرفضوا ينجموا يهبطوا للشارع ينجموا ينتخبوا ينجموا يعبروا على ارائهم لكن في الاخر يقولوا المسؤوليه السياسيه نتاع الدوله هي في يد مجموعه من الناس ويعتبروه هو الان مسؤول عن الدوله وانه تسالهم انت توا على شنو باش تعمل يراو هي انت فاش قاعد تعمل هو رئيس رافض المبدا هذا الرئيس يعتبر انه هو دوره فقط ايجاد الاطر وهذا قالها من قبل 2019 ايجاد الطرق والصيغ لأنه الناس تعبر على رايها مم. والمشاريع نتاعها في جانبها التفصيلي مش في السياسات العامه يا مختار نظريه الرئيس بالنسبه للدوله هو أنه الناس هي في حد ذاتها تتدخل في ابسط التفاصيل التقنيه مثلا بتاع مشاريعها التنمويه مم. وهذا الهدف مم. من النظام السياسي القاعدي اللي يمن به جوست نكمل لهنا النقطه انه الشيء اللي صار توا هو, هو انه الاكسبكتيشن التوقعات بتاع الناس كانت عاليه في علاقه بقيس سعيد انه حاجات اللي إن ننتظروك باش تعملها في المقابل هو براتيكمون في الملفات الكبرى والورشات الكبرى ما قامش بحاجات كبيره تو بعد على موضوع الاحتكار احد الامثله وتكلم برشا وفي المقابل قال لهم ما قدموا انتوما الحلول الناس ما هيش كانش تنتظر في الشيء هذا وهذا السبب الرئيسي بتاع عدم نجاح الاستشاره وصولها 270 الف مش حكايه نتاع فما مؤامره من داخل الدوله مش لانه الانترنت مش بلاش مش بل السبب اللي كنت تحكي فيه توا اللي هم ينتظروا من عنده هو في الحلول التفصيليه نتاع المسائل هذه الكل ورغم ذلك نقول هذا لا يعني كما ربما مش يقولوا ناس اخرى اللي خريط الطريق نتاع قيس سعيد طحت في الماء لا في النهايه هي استشاره والاختبار الجدي باش يكون ويعبر على جديه خريط الطريق اذا كان ينجح في عمل الاستفتاء في 25 جويليه واذا كان نسبه المشاركه في 25 جويليه في الاستفتاء تكون كبيره فقط أنا كنت أتذكر خلود من أول يوم بدأت فيه المنصة مفتوحة قدمت توقعاتي كما بعض الناس كنت أتذكر قلت أنا باش يوصلوا إلى سقف 600 ألف على أقصى تقدير وكنت متفائل على ما يبدو ولكن توا الآن من هنا نهار 20 ما نصورش كان يفوتوا ال 400 ألف أو على أقصى تقدير اللي هو رقم دون التوقعات اللي عملناها على اساس انه في كل يوم ثم 10,000 مشارك، لكن الان ظهر انه المشاركين في اليوم اقل من 3,000 او او اقل حتى من 2,000، المهم هو من حيث المبدا نتفق انه الاستشاره الشعبيه ليست انتخابات حتى تقاس نسب المشاركه في فيها او تحدثوا على عزوف، هي استشاره هي شكل هي نوع من الحيلة الديمقراطية بين ظفرين للهروب من الحوار لأنه كان ما تروح الحوار مع الرئيس لكن الرئيس في إطار سياسة الهروب إلى الأمام يقول لك أنا لست مستعدا لحوار تقليدي كما كان يجري في مجالس قرطاج واحد وقرطاج اثنين ويحضروا فيها الأحزاب ويحضروا فيها المنظمات وتبويس وشرب شاي وكذا رئيس مشا لصيغه اخرى هو يحب يغطي بها على اتهامه برفض الحوار مش الاستشارة هذه وقلنا الاستشاره من حيث المبدا ماهيش ماهيش تهمه وما هيش حاجه سيئه ماهيش فكره خايبه ماهيش فكره خايبه لا للاستماع لا الى تونس في محاور معينه بصرف النظر على بناء المحاور وبناء الاسئله بصرف النظر على اولويات التوانسه اليوم هل هو واحد يقوم الصباح يفكر يمشي للحانوت الفلاني باش يوصل على باكو سميت والا يقوم الصباح يقول يا ربي الاعمال عليك ويبدا يعمر في في الاستشاره واضح جدا ما نتصورش واحد يقوم على الصباح يعمر الاستشاره م. انما يمشي باش ياخذ يوصل على الروز نتاعو كما قاعد نشوف تاك يعني والى المقرونه والى المقرونه لكن آه خلود مش, مش مركزه معكم <applause> احلام أه المقرونه مهمه جدا ولكن نعرف مكرونة. في خط وخط احمر هي يعني أي نعرف احلام عندها علاقه اما مختار الاحلام اللي يقوموا في الصباح هم الناس اللي تقاموا في المقرونه مش في <applause> الاستشاره لا عملت استشاره قامت عملت استشاره نتاعها شوف خلود <applause> إيه ما ما هوش ما هي ما هيش ما هوش عزوف تو 300 الف او 400 الف في نهايه 20 مش معناها هذه نهايه وفشل كما قال طارق انا راى انه هذه هي هي شوف محاوله لرسم توجهات التوانس المشاركين شاركوا 400 الف هي تسمى عينه صحيح ماهيش عينه تمثيليه مم. بالجهات وبالجنس وبالعمر وبالمستوى ولكن ماهوش عزوف اسمعني ماهوش عزوف بمعنى انه هذه توجهات كبرى نجموا نستخلصوا منها اذا يتم التعامل معها بشفافيه وجديه مم. مش تحريفها يتم التعامل مع هل فعلا التونس جاوبوا وهل فهموا الاسئله وجاوبوا عليها ولكن هذا لا يمس في شيء خريطه الطريق نسعى ونحب وندفع الرئيس ونستحف الرئيس انه يمضي في تطبيق الخريطه نتاعو حتى لا نقول انه هذه فشلت اذا المواعيد الاخرى تتداعى لها مم. أكل فيه دومينو تتداعى لها مختار, مختار ربطت الموضوع في علاقه بين احنا المواطنين كيفاش نظرتنا للاستشاره انت ربطت الموضوع من الانتظارات نتاع التوانسه لقيس سعيد وال... قيس سعيد نفسه هو الدليل اللي قيس سعيد يعتبر مش إيه؟ انا نقول راهو في الاستشاره ما نجحتش قيس سعيد بريسك يوميا قاعد يقول في الكلام هذا قيس سعيد كيقول يقول نحب نحل الانترنت قيس سعيد كيقول يقول فما مؤامرات تمنع الناس من انه يشاركوا وعقب قالوا الكلام هذا قيس سعيد كي يحث الوزراء باش يهبطوا هما بيدهم والوليت وتولي توزيع كذا ودور الشباب تعمل تغير بالنسبه ليك اعتراف بالفشل لا طيب هو هو اعتراف ليه 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 مش الاستحداث مش الاستحداث ها هو كيولي كل يوم الموضوع وناجدو اه اه صياغ جديده لتسهيل عملية المشاركة م. هذا الدليل اللي هو يعتبر المشاركة مش في المستوى واضح. هو اللي قاعد يقول فيه مش أنا, أي أي أنا, أنا بربي مش كل كلمة قبل الفاصل أنا نعتقد وأنه أكثر ربما على شكت منها الاستشارة الوطنية هي سوء تفسير الاستشارة للمواطنين ربما كانوا الأشخاص الخاطئين بالطريقة الخاطئة وهم اللي يفسروا الاستشارة الوطنية والمحتوى متاحة والمغزى منها للمواطنين وقت اللي شفنا ما الطريقة اللي يفسر بها مثلا مثلا بن عروس كيف حكي على الاستشارة الإلكترونية نوع ما من الفولكلورية اللي كانت موجودة في المقابلة التعاطي مع الأداء متاع الوالي متاع بن عروس كذلك ربما الوزراء اللي هم مسؤولين على الاستشارة ما أحسنوش التفسير متاحة أو الحديث عليها كيف وزير شباب والرياضة وزير تكنولوجيا الاتصال رئيس الدولة بيدو ربما لم يقم بالعملية الاتصالية الصحيحة من أجل أنه الناس تفهم شنو الاستشارة وبالتالي توين صار معمرهم يمشيوا الحاجة ما مش فاهمينها سعيد من وزارة الداخلية البارح تم تحديد ساعة الصفر، أريدها حربا ضد المحتكرين. نرجو لكم بعد الفصل. مرحبا بكم الكل باش نرجع لكم تو مع تصريحات رئيس الجمهوريه من الداخليه مختار طارق واحلام بربي بعد لا نسمعوا ماذا بينا نرجعوا بالتفصيل على الخطاب خطاب رئيس الجمهوريه البارح واليوم اللي باش نسمعوه هو من قبيل الخطاب الحربي لماذا تو رئيس الجمهوريه لا هذوما قاعد يحكي بلغه الطبول والحرب الى غير ذلك وشنو الحل ضد المحتكرين احلام تفضل مواصلة في المعجم الحربي معجم المعارك والمواقع اللي يحكي به رئيس الدولة البارح الحقيقة هي خلينا نقولوا معركة التجويع وإلا معركة الاحتكار وتشيح السوق وإنه الناس تجوع هي بالفعل عركة مع ان رئيس الجمهورية محق في النقطة هذية من قصر كرتاج بدات الإعلان الأول الإعلان الثاني بدا من وزارة الداخلية بالرمزية اللي نعرفوها عند وزارة الداخلية من حيث تطبيق القانون وحفظ النظام وما إلى ذلك رئيس الدولة يقول وإنه تم تحديد ساعة الصفر أريدها حربا ضد المحتكرين اسمه رئيس الجمهورية أريد أن أوجه رسالة إلى كل الشعب التونسي أنا هنا في بهو وزارة الداخلية لأؤكد على أن الدولة متماسكة وليؤكد خاصة على ضرورة مضاعفة الجهد في هذه المرحلة بالذات خاصة بالنسبة إلى مسألة المضاربة والأسعار أريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين المجرمين في إطار القانون بطبيعة الحال وسيتم وضع مرسوم يتعلق بمسالك تجويع حتى تتحول إلى مسالك توزيع في إطار القانون لم يحصل مثل هذا الاحتكار في ديسمبر 2010 وفي الأشهر الموالية بعد الرابع عشر من شهر، لم يحصل مثل هذا الاحتكار الذي نشاهده اليوم معنى ذلك أنه بفعل فعل والأمر ليس عاديا أريد أن أتوجه لجأ الى الشعب التونسي لاطمئنه على ان هذه الظاهره التي نعيشها اليوم ظاهره سنتصدى لها، وتم تحديد ساعات الصفر للقيام بالواجب الذي تقتضيه المسؤوليه، مسؤوليتنا جميعا، ومن يضارب بقوت المواطنين لا يسعى هو ومن يقف وراءه الى التجويع والتنكيل بالشعب فحسب، بل يسعى الى ضرب السلم الاهليه. بيه. نرجع نرجعوا توا الى الصوره الى التوقيت الى الخطاب منين جاي وبعد باش نرجعوا للمضمون لانه مهم جدا جدا المضمون سي مسالك التجويع رئيس الجمهوريه يقول لك سيفيني ما يساعدنا مع العلم انه لا يمات فما توانسه يعيشوا في الخارج قاعدين يبعثوا في تصاور البوست ديزيماج يقولوا لنا اقضيوا من عنا راهو المقرونه والسميد والفيرينه التونسيه متوفره في السوبر سوبر مارشي في الخارج ونتوما لهنا ما عندكمش في تونس علاش وصلنا هكا هل هي عادة آه عادة كريهة قاعدة تتعاود كل عام قبل رمضان وإلا مسالك التجويع هذه سيقع القضاء عليها نهائيا بعد كلمة رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية طارق شوف أنا رجعت الـ اليوم حتى اللي اللي فت المره فت كملت باشاره لمرسوم رقم 10 خرج في 17 افريل 2020 وقت اللي بدات اول حمله كبيره على مساله المضاربه والاحتكار مباشره بعد بدء الحظر على في علاقه بالكورونا وتحدثت اون جينيرال قلت كان فما مشكله في مستوى التطبيق على مستوى المنظومه عموما فما فما في داخل الدوله فعلا ناس اللي مستفيدين من منظومة المضاربة والاحتكار وكان فما اشكال في علاقة بموضوع ذي نحب نقول لهنا ساعة اولا من الناحية العامة من الناحية الموضوعية ما نجموش نقوله اليوم اللي ارتفاع الاسعار سببه مؤامرة تاع محتكرين فقط الاحتكار والمضاربة هو سبب وتنجيه لكن توا يزمن نكونوا عقلانيين زادة ونقولوا اللي الحرب كعامل اخير هي من احد العوامل الرئيسيه اللي مساهمه في ارتفاع الاسعار وعلى الرئيس انه يتصرف ليس فقط بالطريقه المعتاده تاع الكونسبيراسيزم تاع نظريه المؤامره رأيك. اللي تفسير كل شيء فما عوامل واضحه موضوعيه تتجاوز اراده اي محتكر في ارتفاع الاسعار تونس عملت مناقصه الايام اللي فاتت ما نجمتش تشري الدوله التونسيه ما نجمتش تشري الحبوب لانه الاسعار كانت اكبر بياسر من قدرتها على الشراء هذه مثل الاخر هذه النقطه الاولى وبالتالي الرئيس اذا كان ما يعملش تاسك فورس عقلانيه من مختلف الوزارات تخدم بشكل عقلاني على تاثير ارتفاع الاسعار وان وزاره التجاره ما تنجمش بتحديد الاسعار بشكل فوقي انها تفرض تخفيض الاسعار هذا غير ممكن عقلانيه العامل اللي اخرته اللي هو فعلا موجود ودائما موجود والاحتكار والمضارب هل الحل نتاعو فقط وزاره الداخليه؟ هل فقط الجانب الردعي؟ الجانب الردعي يلزم يكون موجود. اللي هو مش فقط ردعي على مستوى انفاذ القانون، خاصه على مستوى استعلاماتي. هذا مهم جدا، م. على مستوى استعلاماتي والدوله تعرف الدوله بالمعنى الاستعلاماتي، بمعنى الدوله العميقه تعرف. لكن الحل العقلاني الفعلي والناجح هو منظومة رقمنة منظومة الدعم ومنظومة الأسعار ومنظومة السلع تشتريهم تونس وتعطيهم للمخازن المختلفة وفما مشروع متاع رقمنا في وزارة التجارة وتم تجريبه في ربيع 2020 فما نعاود فما داخل وزارة التجارة منظومة متاع رقمنا متاع نتاع السلع هذه الكل وكيفيه خزنها وتم التست... نتاعو والتجريب نتاعو في ربيع 2020 ثم تم التخلي على الشيء هذا واضح خلينا في النقطه هذه يا هاني باش نرجع لك دونك فما اسيز فما حاجات موجوده فما قواعد فما قوانين صحيح. فما بلاتفورم فما حاجات نجموا نبنيو عليهم هل نحن في حاجه لمرسوم جديد لاعلان الحرب مختار والا هات الساعه نطبقوا لعن بالضبط هو الرئيس في العادة عنده كلمة يقول فيها باستمرار ينبغي أن نقطع مع العادات القديمة نحو طرق جديدة لكن في موضوع محاربة أو الحرب على الاحتكار يبدو أن الرئيس مازال أسير المقاربات التقليدية لموضوع الاحتكار والدليل على ذلك زيارته في الأحداش متاع لوزارة الداخلية بمعنى هي رسالة أنه وزارة الداخلية هي اللي باش تقوم بهذه الرقابة اللي هي بعدية بمعنى اعتراض المهربين والمحتكرين أو أو, أو الـ الـ يعني الدخول إلى المخازن نتاعهم، حجز البضاعة، ترتيب خطايا مالية، الذهاب إلى صلح إداري، وهات ماك السلسلة نتاع المقاربة التقليدية اللي ما هزتش إلى نتائج، لأنه هالمقاربة هذه اللي فيها ردع ولكنه بطريقة بعديه، آه وما فيهاش عملية استباق، آه تخلي الأمر على ما هو عليه، العرض يقعد ديما يتحكم فيه البعض من هالناس الكبارات هذوم اللي هم أساسا الوسطاء البيع اللي هم وكلاء البيع البيع اللي يسموها باللغه نتاعنا الهباطه هم اللي يتحكموا في كل شيء والمواطن الاسعار يتحكموا في الاسعار ايضا نفس الشيء وحتى اللي يحصل بعد بعام عامين من ممارسه الاحتكار والمضاربه يحصل مره يقول لك مش مشكله اللي يحصل يخلص ويقعد في الاخر هو ديما ربح الرئيس كما قلت لك زيارته للداخليه كانه يعطي رساله انه وزاره الداخليه باش تقوم بهذا الدور هذا بينما على الاقل كي نستمعوا الناس المختصين في هالحرب القديمه ضد الاحتكار والا ضد المضاربه يقول لك ثم اليات مقاربه جديده وهذه الرئيس ديما يقول مقاربه جديده هاي. هي الشيء اللي ذكره منذ حين الاليات كما اليه الرقمنه هم. المختصين يقول لك تنجم تتبع انت مواد استهلاكيه مثلا ضروريه مثلا باكو سميد ولا باكو رز رز والا اي حاجه من المواد الاستهلاكيه تتبعها من التعبئه الى وصولها الى البيع بالتفصيل الى م. المستهلك بطريقه الرقمنه يعني اليه الرقمنه ضمن منظومه رقميه تنجم تتبع المسارات نتاع المواد الاستهلاكيه من انتاجها تعبئتها توزيعها مسالك توزيعها هذه صعيبه هذه هذه هي هي صعيبه باش تعمل وهي ماهيش صعيبه هذه مش رقمنونا احنا مش موجوده هذه المنظومه موجوده وتم تجريبها اي ماشي حاجه تخترعها علاش ها نقول لك علاش لانه هو رئيس بيدو في عوض يمشي مباشره لاقرار هذه المنظومه وهو يتبع في الطرائق التقليديه لانه ثم ناس ما المنظومه هذه وتذكر انت كم من مره يطلعوا مشروع يقول لك باش الرقمنه لكن اكتفوا بمظاهر فلكلوريه وهو يعمل ماكينه في وسط الحانوت والماكينه هذيك شكون يخدم بها الماكينه فما حتى حد يبيع بماكينه وتلقى انت اثر وتراسابيليتي للشيء اللي يبيعه النقطه الثانيه الى جانب الرقمنه وهي الرئيس من مشال مباشره هي الالتفات الى سبب الده. اصل المشاكل بحسب الموضوع هذا كل ما نقرا ونتبع مان. ونسال هما موضوع الوسطاء وكلاء البيع اللي هما الهباطه الهباطه في الأصل هما همزة وصل بين المنتج الفلاح وبين الأسواق المفروض همزة وصل لكن مع الوقت اتحولوا الهباطه إلى بياع بالجملة واللي هما هبات وفي نفس الوقت بياع بالجملة وفي نفس الوقت عنده مخازن تاع تبريد وعنده فريقوات وعنده وفي نفس الوقت عنده شاحنات نتاع نقل يعني صار هو ايش يعملوا يولوا يتحكموا في البضاعة وهي جاية من خلال الآلية اللي هي ممنوعة قانونيا يا الحدود الممنوع آه. ممنوع آلية التخذير انه يمشيوا للسواني يمشيوا للسانية يخذروا عند يجوا الفلاح اللي هو مزمر بال... والماء والمغالي والضوء غالي والسماد غالي يقول له انا السانية نتاعك نخذرها والغله نتاعك في الشجره باش نخذرها كيف كيف ايش يعملوا التخذير هذا يولوا يكسروا هاك المنظومه نتاع انه الانتاج وتمر بمسالك معينه وتمشي سوق الجمله وتحت المراقبه يولي هك الناس هذوما اللي هما الخذارة اللي يمشيو يخذروا يتحكموا في الاسعار ايش يعملوا الأسعار في العادة تحتكم إلى قاعدة التقليدية وهي العرض والطلب، أي؟ كل أي؟ حاجة تكثر العرض نتاعها، تكثر العرض نتاعها يقل الثمن، والعكس صحيح، هما شو يعملوا؟ يولوا ما عادش يحتكموا إلى هذه القاعدة، قاعدة العرض والطلب، يمشيوا إلى قاعدة أخرى وهي السعر يتم صناعته من خلال اللعب على الشح والندرة والوفرة، يجي مثلا في فترة معينة البطاطا تقص تماما، تطلع السوم، بعد ما مخزنوهم يهبطوا يضخوا الكميات الكبيرة، لكن مع المحافظة على السعر المرجعي نتاع الندرة بلد. اللي هي الوقت اللي قلت فيه البطاطا مثلا طلعت الضعف تقعد هكاك إذا يتحكمون هم في الأسعار طيب. هذه طيب ربي مختار سامحني الحكاية هذه الرواية اللي هي حقيقة معنى موجودة آه قديش كوم عنا نسمعوا بها قداش عنا نحكيوا بها ورئيس مسنين. الجمهورية يعرفها ماشي للداخلية يقول الأمن عرضوا للناس في الثنية ولا, ولا كمان ومشي ولا سويني. الداخلية حكي. يعرفوها الخضار يعرفها وإحنا اللي نقضي ونعرفوها عرفوها. دونك شنو الحل شنو هو الحل في عود نقعدوا فما الهباطة اليوم قاعدين يتعرضوا للوصم باش نقولوها بكل صراحة سواء ولكن سواء هما سبب في الموضوع ولا لا سواء فما ناس أخرى اللي هي قاعدة تحرك هذه ماكينة الاحتكار والمضاربة بخلاصة الموضوع رئيس الجمهورية يعرف الناس كله عنده الدوسية الكل هل البارح تقال في وزارة الداخلية يمكن أن يكون حل نهائي وقت رئيس الدولة يجي ويقول أريدها حربا ضد المحتكرين لو كان ما تصيرش الحرب وما يقعش القضاء على المحتكرين يا خيبة الماس على الحقيقة معناها زي توا معناها يمشي وزارة الداخلية لحدش ونص ويعلن الحرب وساعة الصفر وبعد ما يصير حد شيء طارق لا هو نتوقع أنه ما يصير حد شيء هو قاعد يرسكي ومرة أخرى مخاطرة آه أنه قاعد يحط في البيض نتاعو الكل في السلة الردعية أنه الرهان على تفعيل وانجاح السياسه نتاعو فقط على مستوى وزاره الداخليه وعبء كيف هكا على الوزاره باش يخليها حتى الحاجات لي زاكسيون اللي نجموا يعملوهم وينجموا يكونوا ناجحين تحت الضغط ويلزم لانه كي صار الضغط في فتره من الفترات ينجم يعمل لك جمعه جمعتين شهر نتاع ما يشد وكذا مي المساله سي تتجاوز الجانب الردعي سي استركتوريل. فما حاجات خارج السيطره وامكانيه التدخل نتاع الوزاره مم. نفسها وخلينا نكونوا صريحين المشكل نتاع المضاربه مش فقط في الهباطه فما زاد اجهزه الدوله دخلها فما ناس مستفيده من من الواحد تي خلينا نقولوا اخي توا ما فماش كي خرج تقرير نتاع الفساد الصغير مم. اخي الفساد الصغير شكون فيه؟ اخي فيه كان الهباطه اخي ما هو فيه موظفين من وزارات مختلفه بما فيها وزاره الداخليه تحب ولا تكره ما ينجموش تولي انت هما الناس هذوما الوسطاء بتاع وكلاء البيع يعني يسموهم باللغه التونسيه ما ينجموش يخدموا من غير طوارئ مسؤولين دو مسؤولين, دو اللي غيروا محاضر الحجز دو دو غيروا دو المحاضر نتاع الحجز كيما يكيفوه تكييف ننتظر ضعيف؟ بعد هذا الاعلان هذا هو السؤال أنا شنو أنا للاسف انا للاسف اعتقد انه ممكن تصير بعض الاعتقالات او الايقافات الاستعراضيه كما صار خلينا نتذكروا مش اول موجه هذه تصير صارت في اوت وتذكر في علاقه بالحديد وفي علاقه بمواضيع اخرى لكن للاسف صار بعد شنو هل هل الحاجه ستركتوريل تصلحت تصلحت بالعكس الناس تولي تقول لك اه زيد هذاك اللي خطير بالرغم من نجم يكون مش خطير اللي لكن بما انه عاودت ارتفعت الاسعار من بعد يقول لك اه مال المشكله مش غاديك اذا يلزم مقاربه عقلانيه الجانب الردعي احد مكوناتها وتعطي للناس اللي باش تعمل الجانب الردعي حسب قدرتهم انهم يعملوا مش تهبط عليهم وضعيه اللي زايد فما حاجه مش قادرين انه يعملوها وفي نفس الوقت لازمك تتوقع اللي الفساد موجود في اكثر من جهاز وبالتالي ما تتوقعش الامور باش تكون نظيفه حتى وقت اللي تعمل يا اخي من الاخر كيفاش تحط مثلا امني ولا كذاب، قدام مخزن نهار واثنين وثلاثه واربعه اخي ما فماش الاحتمال اللي هو نفسه يولي حتى كان ما فيش وسط منظومه يولي وسط منظومه ربما ريسك ريسك كيفاش نقولوا الريسك, الريسك المخاطر م... بالنسبه م... لطارق هي اكبر من تحقيق الاهداف انت مختار يعني تعجبني خلود تسال في اسئله اللي يسالها المواطن التونسي بالطبيعه قلتي باهي زياره إيه وكذا إيه وحللنا إيه إيه وشخصنا وقلنا هي إيه علاش الرئيس ما مشاش لهذه الحلول الجديده؟ اي الرقمنه و... وشبكه الو... وكلاء البيع اللي هما هباطه المسؤولين ويبدوا تل... المحاضر وياخذوا عمولات نتاعهم وياخذوا رشاوي باش يكيفوها في خطيه بسيطه من بعد. بالضبط من بعد, من بعد. هاي لك انا ولست متشائما في العاده ولكنني متشائل الان اللي يحكموا في الظاهر تو راس جبل الجليد هو, ما هو 25 جويل 14 جان في ترويكا كذا ولكن قاعده القاعدة هم الناس هذوما، هذوما حد ما تتغير الحكومات وتتعاقب الدول والعهود ولكن القاعدة هذوما هم القاعدين يحكموا الحكومة الخفية كما تسمى الحكومة الخفية هم الناس هذوما اللي يتحكموا في سوق في, في السوق نتاع التوانسة ويتحكموا في اللي يأكلوها التوانسة ويتحكموا في جيب التونسي هم هذوما حكومة خفية يعيشوا مع كل العهود معها عاد بن علي موجودين بعد الثوره المباركه موجودين في عهد التراويكه موجودين بعد 25 جويلية موجودين اما هنا مازلنا أه في ديجنوستيك مختار أه إيه؟ احنا اي معناها الرئيس علاش ما يمشيش لضرب تلك القاعده هل تتوقع انه بعد هذا الاعلان سيضرب رئيس الجمهوريه هذه القاعده؟ من خلال كلمة ساعه صفر وساعه صفر ما تعرف الفيزيك أي. مش موجوده لتون زيرو ما فماش لانه كلمه تتقال ساعه صفر انا لا اعتقد ان الرئيس قادر بمفرده بخطاب منبري في الداخليه على ضرب الاحتكار ضرب الاحتكار يستند الى صيغه فيها تشارك وفيها استماع للناس اللي يعرفوا ثم اعداد اليات بمقاربه جديده فيها من اما خطاب تصور خطاب باش تحل السوق لا انا نتقلق برشا هكا ما عليكم. حاس بيك انا حاس بيك لا والله نتقلق مختار خاطر انا ما نحبش ما نحبش بالحق لا اقبل انه رئيس الجمهوريه يمشي ويتحدث ويعلن حرب ضد اي حاجه في اللي تنخر في البلاد وبعد لا يقع تحقيق النتائج لانه مش بالساهل يمشي رئيس الدوله نتاعنا ويعلن ولا معناها كوم يلزم ايس كيلا بش باش الحرب هدية تنجح خطة هذه متداخلة هذا كله في اطار الهويس نتاعنا هيبة ولا. الدولة، يعني انا والله في حالنا أيه والله نقدر فيك أنا. حاجة غيرتك على هيبة الدولة. خلوة. احنا الكل صغير فوالا ما نقدرش هو الاشكال في هيبة الدولة انه الدولة وقت اللي تتحرك برئيسها القائد العام للقوات المسلحة بوزارة الداخلية وقلنا وما تمثله من ثقل سواء كان في الشارع التونسي او في الدولة او في الحكم وما إلى ذلك من بعد نشوفوا نتائج إيجابية ونتائج ملموسة في الحقيقة هي المنظومة هذه انخرمت منذ تقريبا 10 سنوات بطريقة يصعب برشا كيف ما قال مختار أنه بخطاب في وزارة الداخلية ربما نجموا نعاود نسيطروا على المنظومة هذه وإلا نحدوا من التوحش متاعها على حساب المواطن وعلى حساب المجموعة وما إلى ذلك الأصل أصل في الأشياء أنه تكون فما خطة متكاملة ما هيش أمنية فقط خطة تشمل مقاومات أخرى اللي هي تخلي أنه فما نجاعة نتاع التدخل بتاع الدولة وما تخليش الخطاب يولي فولكلوري وزيد الناس هذه المارقة على القانون تخرت على الدولة وتخرت على وزارة الداخلية وعلى رئيس الجمهورية أي بيان سور خاطر يخرجوا كلمات أنا عن الانخرام... وبعد تخلت خذيت دي نوت فوالا <applause> انه هذوما معناها الناس هذه تخرب اللي تحب اليوم مختار المختار مختار <applause> اليوم فيه انه نولي الناس تستسهل والا تقول لك اه محسوب الرئيس مشى وتكلم محسوب باش يعملوا بعد في الاخر ما عندهم ما باش يصير وتوا هو سير كيكا. توا وقت اللي الرئيس اول ما تكلم على الاحتكار وتكلم على مسالك التجويع شفنا انه كانها صارت برادفير في السوق فما مواد بالفعل تم سحبهم من السوق شفنا اني فما مجموعه من المساحات التجاريه الكبرى تلقى فما مواد فيهمش نوعا ما هو نوع من استعراض القوة انه انتي تقول ولكن احنا أيوة. عنا الميدان هزتنا لنظرية اخرى تماما هذيك اللي صار الى موضوع اخر عادة. جملة اللي هو بارش الناس تحكي عليه مش معناه ما موجود. موجود ليه موجود, أيه. موجود. تحب تعمل هكاك يا شفنا انه لما تم الحديث على أيه. الاحتكار ومقاومه ارتفاع أيه. الاسعار وكذا أيه. تمشي أيه. للسوق تلقى انه الاسعار زادت وتلقى انه فما مواد ماهيش موجوده وهذا هي واقع صار فما شكون يكور كونتر الرئيس اليوم علنا بالاسعار وبالتجويع التونسي طارق لا هي المنظومه هذه المتمسكه في المتمسكه بالمفاصل الاقتصاد ما هيش سرية زاد، خاطر هنا ممكن أنا هي من نجم نتفق مع مختار يقول فما منظومة تحكم في الاقتصاد وفي المجتمع مهما تغيرت النخب السياسية صحيح، هذا تشخيص صحيح، لكن المنظومة هذية نتاع العائلات الكبرى ومتفرعاتها على مستوى أخرى، غيرت. ها ما هيش سرية زاد هي معروفة وممارساتها معروفة ومواجهتها مش بطريقة الحرب وبطريقة الردعية هو بطريقة تصليح هيكلي ولهنا اختلاف مع قيس سعيد المقاربة الاصلاحية الهيكلية وتم بشكل عقلاني ويزمك مش وحدك باش تعملها كفارس معناتها فما ناس مختصين في الحاجات هذيك باش تعملها والحاجه جوست باش نعاود ناكدها وزاد الحاجه الكونجونكتوريل اللي نحن فيها توا ارتفاع عالمي في الاسعار اللي يلزمك توا هو بيدو تاسك فورس واحد كيفاش باش تواجه وتستبق في بيه. الوضعيه نتاعو اللي ما معناتها تقول خلاص حكايه فارغه خلاص 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 الموضوع يلزم اليوم رئيس الجمهوريه والناس اللي تشرف على الدوله تحط التابلو نتاع الخباب للكل قدامها وتبدا تشوف شنو الطرق الامثل باش نخلطوا للهدف اللي نحبه خلود من. نقول لك انا وانا نسمع فيك الان بك الغيره نتاعك وبك النخوه نتاعك الرئيس مش قاعد يعطي يعطي يعت... يعت... فيه في الاستشارات الضروريه ممكن ايه في المحيط نتاعه صحيح، صحيح. لانه الكلام اللي نقولوا فيه موجود عندهم الكل يبدو يخليوها زيارات وحداش تاع الليل والداخليه شنو حربا وساعه صفر اعتقد انه الرئيس ثم شكون قاعد يتحكم في سياسه المعلومه قدام الرئيس خاطر آه. نجموا يجيو مجلس امن قومي مجلس امن قومي يجيبوا كل المعطيات اللي حكينا فيها احنا تو الان يجي قدامه الرئيس ويعطيه الخلاصات من غير ما يخلوه يفسر ويحلل ويعطيو وي الخلاصات ها هو وين وصلنا ها هي الحلول وهاو كيفاش نجموا نطبقوها وقتها الرئيس شكوية. يمشي في شكول. المحيط بالرئيس إيه ولكن ما, هي هي لا. ما هي خليك خليك من الفكرة ونعطيك والله بتاعك. انا محبش ما نحبش المؤامرة ما يبدو مرات ليه ليه مرات, ليه مرات, ليه مرات نمشي, ليه مرات نمشي ليه انه فما من يريد توريط توريط الرئيس في قرارات لا لا, 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 لا نتائج لها مثلا خطاب عن تاريخ يبقى يبقى على مستوى الاراده والحديث فقط هي 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 احيانا اقول مم. انه فما شكون يخلي الرئيس يتكلم هكذا حتى يشوف الشعب الكريم يقول لك ها الرئيس عمل على البطاطا يا اخي ولد في ثلاثة مرات والرئيس كيف يحيط نفسه باشخاص هكا هذه مشكلة هذه هذه ارجع على ابن المقفع في رسالة الصحابة يعني شكون تحط البطانة نتاعك من تستشير قل لي من تستشير أقول لك من أنت بالضبط دوك المشكلة في مش من تستشير المشكلة في من أنت لهنا المشكلة سي مختار المشكلة مش في المحيط اللي يدرك كيفاش وكذا المشكلة في الرئيس أنت تو على مسألة مجلس أمن قومي أنا قلت نهار الخميس قلت يا سيد الرئيس انتهيت يزينا تو نحكي كنا شنو باش بدينا اليوم بالاستشاره الرئيس طارح انه التوانسه تصير معاهم استشاره هي عاده يا اخي اولويه انت شكون اللي محتاج للاستشاره؟ شكون اللي محتاج انه يشاور الناس؟ هل انت محتاج اللي يعطيه حلول ولا انت تجيب الناس بشكل واضح وعلني اللي عندها كفاءه واختصاص انك تستشيرها ولا تستشير في الناس اللي تحب تقول لك الحاجه اللي تحب تسمعها بما فيها انه باش يقولوا لك المشكله مش فيك انت والمشكله مش في اصلاح هيكلي المشكله في غرف مؤامرات مغلقه الحاجة هذيك كانت تحب تسمعها في حين مش هذيك المشكله أنا إيه لا طارق باش يخرج لك خطاب ياسر ياسر كثرتوا عليه بالحق رئيس الجمهوريه يزمو يختار الناس ويعرفهم على حقيقتهم ويحارب الفساد ويحارب المنظومه والدوله العميقه ولا القضايا والقضايا ياسر زيد إيه خلود تلبيس. هو الدوله العميقه هو, هو ما يعرفش هو, دولة هو ما يعرفش هو ما خاصة الدوله العميقه خاصة الدوله العميقه معناها ياسر هو اللي هو اللي رفض هذه فكرتي في صديقي هو اللي رافض رافض شنو هو رافضي تشاور الناس الناس <applause> يحبها فارقه حول ما عندوش فيهم ثقه ما عندوش فيهم ها وين وصلنا ها وين وصلنا ها فكرتي في صديقي تحيتي هادي احمد يقول قديش منه الرئيس قديش منه الرئيس آه آه معناها تصور آه. آه. انت تو قلت انت قلت اي شو كيفاش قلت انت كيفاش تو الرئيس بربي كيطلبوا منه كيف قديش شو قديش منه انا قلت لك رساله السحابه وقل لي من تستشير انت تختار مستشاريكي يا رؤساء يعرفوا الاقتصاد والفلاحه والثقافه ويعرفوا الاثار ويعرفوا الحرب خير رؤساء هم قيادات ولكن يحيطون انفسهم بذوي الخبرات بن علي بن علي بن لا جديده بن علي تقول اي شيء تقول لا لا المقاربه الجديده هي هي واحد يحتكر المعرفه الكامله بن علي تقول لي اي شيء ولكن احاط نفسه بمستشارين بوزراء من اعلى التراز. ينبغي ان يقاس على هذا اعلى طراز مستشارين بن علي ووزراء بن علي شكون معناه المعلميه الكبار تحبوا طريقه حكم جديده غير تقليديه أي. تتماشى مع ارادتنا وفي نفس الوقت برسو. تحبوا مقاربات في الحكم قديمه وقيس سعيد مقاربات قديمه الكفاءات هي ضروريه في كل زمان شكرا احلام <applause> شكرا احلام <applause> ضروريه <applause> <نحليم. تصفيق> باش نقول لكم ضيفنا اليوم تابعونا مليح البارح أعطى حوار وكشف على معلومات لصحيفه الشارع المغاربي اليوم شكون يكون الكاتب العام السابق لنقابه الامن الجمهوري محمد علي الرزقي We'll be right back. بعد ما اصدر في حق حكم بعدم سماع دعوى اشكالية كبيرة كانت ضده من عند قيادات امنية في وزارة الداخلية اغلبها اليوم وقعت احالتها على التقاعد الوجوبي الحديث سيكون معها على العديد من الملفات في علاقة بالامن الداخلي وماذا حدث صلب وزارة الداخلية عنده حديث حتى على الاختيالات السياسية وبعض الحقائق نرجع لكم بينغ بعد الفاصل وهذا ضيفنا باش يكون بحذنا بداية الماضي ساعة محمد علي الرزكي مرحبا بكم الكل شكرا لكم على المتابعة احنا الحقيقة رانا في تسعين دقيقة نحب نضيف وزيرات ووزراء من حكومة نجلة بودن نحاولوا ولكن كي في إذاعة أخرى نسمعوهم في الزابينغ ما مشكل احنا ما نغروش نحبوا المعلومة توصل مهما كانت الطريقة أما نفضلوا أنه الوزراء يجيوا بحدينا ميسيلش مرحبا بكم كان, كان مسؤول على الاتصال إن وجد يسمع فينا يا سيدي دعوة مفتوحة لكل وزراء الحكومة ورئيس الحكومة مرحبا بكم في 90 دقيقة يلا حليم هذيك علاش فينا نسمعوا وزيره المراه اللي نعرفوا احنا البارح 8 مارس اليوم العالمي للمراه النهار الحقيقه اللي فيه برشا فولكلور لا محاله هو برشا شعارات وبرشا برشا برشا نفاق زي دخلنا برشا ناس غلي ورينا الخبز انا ساعات نقرا ستاتويات اخويا 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 ما عادش نجمو نحكيوا معاهم نحن شكون هذوما مختارة مختار هذا تقريبا انا مقل انا مقل اسمع خلينا نرجعوا نجلبوا المديح معناها ساعات نرجعوا له من بعد باش تفرغوا تفرقوا قلوبكم وزيرة دمه. وزيرة المرأة باش تكشف عن موقفها من المساواة في الميراث نسمعوها تك انت سيادتك اي اه ايه؟ مع المساواة التامة في الميراث بين المرأة والرجل وإلا لا تو سامبلومون طبعا اي طبعا،, أي, اليوم طبعاً اليوم اي طبعا رئيس الجمهوريه اللي بموجب ال 117 اليوم هو اللي عنده كل السلطات هو ضد ذلك وكان واضح ضد ذلك، هذا يعني أن والله شوف بالنسبة بالنسبة, بالنسبة بالنسبة إلى الموقف هو كان معناتها مرتبط بلحظة معناتها في لم يشرح الأسباب لم يكن هناك نقاش لا خليني نتكلم ما فماش نقاش عمومي فما عدة أحزاب أيضا أي. هي معناتها قناعاتها معناتها مع, مع المساواة ولكنها في حملة انتخابيه معينه اعلنت عكس أو ذلك أو الموقف يعني شوف اين هذا الموضوع ومواضيع اخرى اذا أي. كان نحبوا صالح المجتمع التونسي اذا كان نحبوا نعالجوا المشاكل بجديه فنمشيو الى المناطق اللي هي اكثر جدوى الموضوع كيف هذايا يجب ان يناقش ثقافيا ثقافيا بالمعنى القيمي والمجتمعي والفكري دراسات يلزمها تتعمل على الموضوع هذايا يلزمها استشارات معناتها تتم لانه في نهايه الامر هو راهي مساله اقتصاديه هيش دينيه مساله المساواه في الميراث هي مساله اقتصاديه من يمتلك وسائل الانتاج ومن موسيقى. يمتلك الثروه إيه؟ هو راهو اللي هيمن وهذا معروف حتى تاريخيا ونعرفوه هذايا بدليل موسيقى. بدليل انه انا نقول زيدا إيه؟ ما فمش مساواه احيانا مم. المراه تهيمن على الرجل عندما تكون وضعيه المراه هي أكثر أهمية اقتصاديا وطبقيا واجتماعيا من ال من الرجل التمكين الاقتصادي للمرأة يدخل في إطار تحديد المواقف السياسية والحكومية من مسألة المساواة في الميراث شفتوا مطولها الجملة باش يقولوا لا في الأخر آه هذه هي باش يقولوا أنه الموضوع دقيق والموضوع حسم فيه رئيس الجمهورية بطريقة من الطرق ولكن أنا سؤالي اليوم هل إذا كان يصير تقديم مبادرة قانونيه والا تشريعيه اخرى بخلف اللي صارت هذيك قبل نعرفوها الكل هل يمكن ان يتجاوب رئيس الجمهوريه نعرف احنا ما عندناش مجلس ما نعرفش شكون ولكن هل يمكن انه يقع اعاده النظر في المساله لا, لا اعتقد في اثناء المده مده الرئيس قيس سعيد انه تطرح مثل هذه المبادرات لطرحه في عهد الرئيس المرحوم الباجي قايد السبسي في وجود لجنة الدفاع عن الحريات الكوليب اللي ترأسها الأستاذة بشرة بالحاجة حميدة وكان ثم سياق كامل لهذه لمثل هذه الدعوة إلى المساواة التامة أنا الحقيقة البارح في الحوار متاع آآ آآ وزيرة المرأة أمال موسى مع الياس كيفاش الياس الغربي انا 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 اللي انا اللي حاجه اللي تبعتها وكأني معركه في هي منازله مم. كومبا مم. لانه اول سؤال من شيرة ولا سمعتم لي اول سؤال آآ آآ هل انت مع المساواه التامه معناها كاينه في هاك الرينج نتاع اللي بوكسور في اول منازله مازال كي غير دخلنا حتى في الزاويه وباش تطيح معناها بالضربه القاضيه لانه هل انت مع المساواه التامه اذا قتلوا نعم باش يقول لها الرئيس موش مع المساواة التامة كان قتلوا لا ما لا أنا ضد المساواة التامة في الميراث باش يقول لها ماك قبل قلت أنك مع المساواة يا أخي الكرسي يبدل فعلا هي هي منازلة عركة ولكن تقديري انه استطاعت الوزيره مم. امال موسى انها تهرب من الزاويه اللي تحطت فيها خرجت منها علاش؟ من خلال سياق كامل لموضوع المساواه في, الم في المساواه بين اي في انا شخصيا فهمت الراي بتاعها علش؟ لانه هي خرجت من حرج موضوعه قدامها وهو انه رئيس الجمهوريه قال لك انا لست مع المساواه التامه في الميراث لان المساواه التامه تتنافى مع نص قطعي هذا الرئيس قالوا وانت خدمت وزيره في مع رئيس الجمهوريه تكون مخيره عندك زوز حلول اما من البدايه ملي اللي نخدمش انا وزيره مع رئيس ضد المساواه واذا قبلت يلزمك اذا تقبل تتحمل بيه. المسؤوليه مم. فهي عرفت كيفاش تحكي في اطار تضامن حكومي وقتك الرئيس اجاب في سياق معين مم. على الموضوع هذاك عرفت كيفاش تجاوب دون ان تتنكر لمبادئها السابقه خلود واضح جدا يلا احلى من معك باش مش نمشيو لامين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على خطاب مرتقب لرئيس الدوله اليوم سيد رئيس الجمهورية إلى حد الآن هو المسؤول الأول في الدولة هو إلى حد الآن ما نعرفوش رؤيته الاقتصادية والاجتماعية هناك خطاب على ما أسمع سيتوجه به إلى الشعب التونسي ممكن أن يحدد التوجهات العامة من خلال صندوق الدعم ومن خلال تجميد الأجور ومن خلال معنا القطاع العام والأوضاع الاقتصادية اليوم والاجتماعية في تونس أكيد ننتظر ما سيفرز هذا الخطاب ومن بعد لكل حادث حديث به يلا تارق شوف لهنا فما هنا فما معطى, معطى فينا في معلومه هنا فينا في معلومه المعلومه مش انه باش خطاب الرئيس ديما يعمل في خطاب البارح عمل خطاب في اللي. المعلومه هي انه في علاقه بمفاوضات صندوق النقد الدولي الكلام اللي في الكواليس هو التالي انه الاتحاد كمان المؤتمر بتاعك الطلب بتاع الرئيس من الاتحاد انه يمضي على الاتفاقيه بتاع صندوق النقد الدولي كما ستقترحها الحكومه بعد المفاوضات التمهيديه اللي تعملت توا اسبوعين التالي والاتحاد رفض الشيء هذا ودير خرج موقف قال اللي ما نجموش نوافقوا على الطلبات اللي قدمها صندوق النقد الدولي في المقابل الرئيس بالنسبه لي هذه مساله جوهري انا راهو ها التوجه الاتحاد تحب ان مع بعضنا اي الاتحاد في المقابل عنده توجه اخر اللي مش فقط لن يمضي على التوجه هذي بل هو قاعد يدفع في اتجاه تحالف اخر في مسافه مع الرئيس هنا هالمنعطف المفصلي هذي باش يكون فريمون فعلا بعد 20 مارس المطروح انه 20 مارس وعيد الاستقلال ونهايه الاستشاره و جولة أخرى في المفاوضات قادمة مع صندوق النقد الدولي بعد فترة باش تكون هي محور السياسة في تونس محور البوليتيك في تونس لهنا في النقطة هذه في علاقة بعد بعد 20 مارس الاستشارة توجه الدولة في علاقة بمفاوضات صندوق النقد الدولي ويا انت معايا ولا مكش معايا؟ والاتحاد قاعد يقول له انا مش فقط بنجم ما معاك في الجانب الاقتصادي والاجتماعي اذا كان تمشي في خيارات صندوق النقد الدولي اللي يعتبرها نيوليبراليه، بل انا حتى وكان اتفقنا في الاقتصادي والاجتماعي ما نجي معاك الا ما تشركني في خريطه الطريق في الجانب السياسي وخاصه اختيار اللجنه، خاطر قال الرئيس في خريطه الطريق؟ شنو حتى جاية هي اللجنه التي ستشرف على صياغه الاستفتاء، الاتحاد يعتبر نفسه وايضا لوتيكا واطراف اخرى يعتبروا نفسهم انهم طرف رئيسي وانه من حقهم أن يساهموا في اختيار اللجنه هذه. مختار انا الطبوبي توقفت عنده في الكلمه اللي قالها على الرئيس، هو مش معلومه يقول فيها انه الرئيس باش يتكلم نهار 20 او قبل او بعد خلود، في تقديري م. هذه ليست معلومه، هذا تحليل، هذا النيدي. هذه دعوه، يدعو الرئيس ان يتحدث ويحط المعايير الانتظارات نتاع الاتحاد، شنو الانتظارات الاتحاد؟ زوز. لن نكون شهود زور واحد الثانيه شنو لن نكون حتب نار بمعنى انه الاتحاد لن يكون شاهد زور على اشياء دون ان يشرك ويستشار ولكن الاتحاد في نفس الوقت يرفض ان يكون حتب نار لاطراف في الحكم او في المعارضه ايضا بمعنى انه هذه هذاك رجعنا لك الموضوع الخط الثالث اللي فيه نور الدين في وقت من الاوقات اي هي دعوه للرئيس حتى يتحدث الى الشعب ويستحضر مطالب الاتحاد يقول لك الان وصلنا لعوام شر عوام بوبراك كما العام. فقدت الصراع فقدت كذا شنو جديد شنو جديد في الحكايه مختار شنو جديد؟ ينتظر من الرئيس ان يتحدث وفق هذه الانتظارات ولا. انه لا. يجب ان يشارك المنظمات الوطنيه وعلى رأس الاتحاد العام توصل للشغل وينبغي ايضا ان ينظر الى الواقع الى الارض لانه المثل التونسي خوش يقول؟ يقول لك احنا مش نقول احنا مش نبدل ما نقولش عزوزان لانه يعني فيها وصم كل شيء وصم مشكله حقوق الانسان تخوف يقول لك كيفاش احنا هززنا الواد واحنا نقولوا العام صعبه صعب شكرا لك ميرسي بوكو ان شاء الله ان شاء الله العام صعب من غير ما يهزنا الويد شكرا لكم الكل الفا مرحبا بيك. بعد الاخبار نستقبل ضيفنا الكاتب العام السابق لنقابه الامن الجمهوري محمد علي الرئيس.